اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هتكلم على الاختلاف اللي حصل بين ستالين اللي هو الراجل الحديدي وهتلر. ليه الشخص ده خان هتلر؟ احنا هنحلل شخصية الشخص ده بسبب الخيانة، لكن تحليل شخصيته هو لسه هعمل لكم حلقة وهسيبها لكم في الدايرة البيضاء اللي فوق لما تنزل. هتلر حللناه قبل كده وسبناه لكم في الدايرة البيضاء اللي فوق، هتشوف التحليل بتاعه. احنا هنحلل الموقف من ملامح الوجه اللي هو علم الفراسة. اللي ما يعرفش يعني ايه علم الفراسة هيعمل سيرش على جوجل هيعرف يعني ايه علم الفراسة. علم الفراسة هو بنعرف منه الشخص ده بيتصرف ازاي بناء عن ملامح وجهه. العلم ده قديم، كانوا بيستخدموه العرب زمان، كان بيستخدمه الامام الشافعي، وكانوا بيستخدموه الصين، وكان العالم كله بيستخدمه زمان في ان هم يكشفوا اسرار الشخص اللي قدامهم اذا كان كويس او شرير. يعني علم معترف بيه وبدرس في كل اماكن العالم، لكن هنا طبعا مش بيستغلوا العلم ده في اي حاجة، مع اننا نقدر نستغل العلم ده في حاجات كتير. طيب احنا عايزين بقى مهمتنا النهاردة ان احنا نحلل الشخصين دولت. ليه ده؟ ليه الشخص ده غدر بهتلر؟ تعالوا بقى بناء عن افكارهم وبناء عن ملامح وشهم هنحدد ده كله. لو جينا كده وخدنا خط من هنا كده لمنبت الشعر هنلاقي الجبهة دي مايلة لورا. يعني ايه؟ يعني شخص تفكيره سريع، وده كمان من هنا كده هنلاقيه مايل لورا، فيعني ايه؟ شخص برضه سريع. طيب يعني الاتنين كده متفقين في سرعة التفكير. طيب ايه السبب بقى في الغدر؟ هنا كده بقى لو جينا على الانف دي، فدي انف واحد شكاك، هنا الانف هنا كده فسهل ان هو يثق في الاخرين عادي. طيب كمان عندنا هنا ده واحد من المكان ده يوفي بالوعود، هنا لا يوفي بالوعود. تمام، نمسح بقى ده كله ونقول بقى من جديد. هنا الشخص ده عيونه فيها غوران وده عيونه فيها غوران. تمام، يعني الاتنين شبه بعض برضه، مفيش اختلاف غير ان ده شكاك وده مش شكاك، يعني ده بيثق في الاخرين عادي. والاتنين لو جينا مثلا نقول اتخاذ القرار، هنيجي كده نلاقي الوش جاي كده ونازل تاني كده، يعني ايه؟ يعني سريع ومندفع برضو، وده سريع ومندفع. تمام، انهي واحد اسرع فيهم في التفكير والتنفيذ؟ هنا هتلر الاسرع، ده بطيء شوية. ليه؟ لان هنا ملامح وشه اصلا قريبة من الوجه المستطيل، بس لما نجيب بقى الوجه بقى على الحقيقة ونشوف هل هو مستطيل ولا لا، تعالوا نشوف الوجه ده هنا كده. لو جينا هنا خدنا الخط ده كده ونزلنا بقى نرسم بقى نحدد الوش ده، وتحديد الوش ده مهم قوي بالنسبة لينا. تعالوا نحدد بقى، لو جينا كده ونزلنا بقى على تحديد الوش، شوفوا الوش بيعمل ايه، الوش بيكبر ويصغر اهو. طيب ظهر هنا الوش ايه، مع ان احنا ممكن اساسا نعتبره مستطيل من الاول، لكنه هنا مش مستطيل. الشخص ده بقى من تركيبة الوش هنا ايه اللي بيحصل لما نيجي بقى على الصورة دي والصورة دي؟ طيب دلوقتي الوش ده بيقول لنا ايه؟ يعني احنا رسمنا الوش كده وقلنا ان الوجه ده مش هيطلع مستطيل، هيطلع حاجة تانية غير مستطيل، فطلع معانا الوجه ده كده. فالوجه ده بيعمل ايه؟ الوجه هنا ده ايه؟ شخص شكاك. تمام، وهنا الوجه ده بيقول لنا ايه؟ اطار الوجه ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الشخص ده عادي جدا 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 ان هو ايه؟ ان هو يشك في الاخرين. هنا كده بيخيل ليه ان الناس متآمرة عليه، ان كل الناس متآمرة عليه. وهنا لو ليه ولاء لشخص ممكن يحبه جدا وممكن يعمل فيه اللي هو عايزه، يعني ايه؟ يسلم نفسه ليه ويحط رقبته تحت رجليه. طيب تعالى بقى هنعمل حاجة تانية في الشخص ده. هنا كده الأذن دي بعيدة والأذن دي بعيدة، يعني ايه؟ يعني ممكن يتخلى عن اي حد بسهولة، في لحظة لحظة واحدة تلاقيه تخلى عنك نهائيا. فاحنا هنا لما نيجي نعمل بقى دمج كامل بقى، هنيجي هنا شخص شايف ان الناس كلها متآمرة عليه، وشكاك وشايف برضو الناس كلها بتكذب عليه. فهنا مش سهل جدا ان اي شخص ليه وجه زي كده ممكن يغدر بأي حد، ما هو هنا لأنه هنا بيتخيل له أفكار بتجيله من العالم الخارجي بقى، هو بيشوف كده. يعني هو ممكن يقول لك ايه ده، انا بحضر ارواح واعمل مش عارف ايه وايه. فالشخص ده عادي جدا ان هو يتخيل اي موقف يحصل قدامه ويعتبره ان هو حقيقة. وده كده وضحنا سبب الاختلاف بينه وبين هتلر، ان اطار الوجه ده بيتخيل ان الناس كلها متآمرة عليه، وهنا شايف ان الناس كلها بتكذب عليه، وهنا الشك دايما عنده شك. فهنا الشخص ده ما بيثقش في حد نهائيا نهائيا، لان هنا الاطار بتاعه كمان ايه؟ يعتبر وجه، يعتبر يصنف من الوجوه المستطيلة، لكن هو مش مستطيل. يعني لو جينا حددنا على ده
وجينا كده هو مش مستطيل، هو الوجه الاولاني اللي احنا رسمناه، يعني نبص عليه من هنا ممكن نتخيل ان هو ايه مستطيل كده، تمام. لكن المستطيل ليه فك هنا كده بارز، المستطيل ليه فك بارز من هنا، والحتة دي الجبهة بتاعته بتبقى مساوية للخد طوالي، يعني المفروض الخد ده ينزل طوالي كده لو هو مستطيل، انما هنا الوجه ده مش مستطيل. لكن لما يجي حد بقى يحلله مستطيل فهياخد منه حاجة واحدة اللي هي ايه، الجبهة المسطحة موجودة، فاحنا هنحلله بطريقة المستطيل وهنطلع برضو نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لان الوجه المستطيل ما بيثقش في حد خالص، خصوصا لو هنا في انف بتاعت شخص شكاك، فهنا الشخص ده مش هيثق في حد خالص. كمان هنا الانف دي نازلة طوالي من هنا لهنا، يعني لو جبنا هنا الانف، تعالوا نشوف، نحذف ده كله، نروق الانف اللي نازل طوالي ده، حد ما عندوش مبدأ، ما مش ده اللي احنا هناخد كلمة منه انها كلمة شرف، تمام. فالشخص ده يغدر بأي حد عادي، ما احنا قلنا في حلقات كتير فاتت ان اصحاب الانف المدببة الشكاكين عادي جدا ان هم يغدروا بأي حد. كمان الناس دي بتستغل الناس استغلال غير عادي، يعني هنا هو استغل هتلر، نصب عليه وخانه، فهنا ممكن نقول، هنيجي نقول الانف الشكاك ده كده يخون؟ لا، لوحده كده ما يخونش. انت يخون، يخون لو هو جاي زي ما ده جاي من هنا كده ونازل طوالي كده، الخط ده طوالي هنا كده، الخط بتاع الانف ده نازل طوالي من هنا، ده اللي يخون، تمام. يعني الشخص ده خاين، الشخص ده خاين. هنا لما نعمل بقى درجة الخيانة، هنا ده خاين، ولو جينا على اطار الاذن من هنا ومن هنا فده يبقى شخص خاين 100%. هنا برضو الشفاف دي نحيلة، يعني ايه؟ يعني شخص يغدر عادي ويخدع عادي، لان اصحاب الشفايف الصغيرة شوفوا خط واحد بس غطى على شفايفه كلها، يعني مفيش شفايف، فالشخص ده كذاب منافق عادي، مخادع عادي، بخيل برضو عادي. لما يتفق معانا بقى المكان ده كده طوالي، يعني لما يتفق معانا الفم ده، فده الشخص مخادع، الشخص غدار. ولو رجعنا لحلقة الشخص الغدار هسيبها لكم في الدائرة البيضاء فوق، هتشوفوا ان دي برضو مذكورة في الشخص الغدار. لو عايزين نقول ان الانف هنا المستقيمة الانف الشكاكة، برضو ده شخص بيستغل الاخرين وسهل جدا ان هو يغدر بأي حد لو المنطقة دي مليانة، تمام؟ طيب لو جينا على الأذن، الأذن هنا بارزة من هنا وبارزة من هنا، يعني إيه؟ يعني الشخص ده عادي خالص إن هو يغدر بأي حد. فهنا كمان عندنا العين اللي هي جاية كده، تعال نظلل العين كده ونشوفها هتطلع معانا إيه. لو ظللناها هتطلع معانا عيون الثعلب، اللي هي الشخص يقدر يخون، تمام. دي شكل العين، شكل العين هنا ان هو شخص يقدر يخون، اهي بصوا كده، ده تحديدة العين بالظبط، نازلة من هنا وجاية من هنا، فدي عيوني عيون الثعلب. طب احنا غمضنا عينيه فلقينا العيون عنده هنا مقارنة بالوجه انها صغيرة، فيعني ايه؟ يعني برضه شخص يغدر عادي. فهنا هتلر ما غدرش بيه، هو اللي غدر بهتلر. نطلع السمات بقى بتاعت الغدر، هنا الحاجب الزاوية ده عادي يغدر لانه بيعرف يمثل كويس، فهنا التمثيل بتاعه ان هو مرفوع هنا، هنا المكان ده كده تحديدا ده مرفوع اهو، مرفوع من يمتين، فيقدر يمثل على اي حد عادي. طيب لو اتفق معانا المكان ده مرتفع مع الفم ده، فالشخص ده بيكذب 100%، خصوصا لو عيونه بالشكل ده او الانف بالشكل ده او الاذن بالشكل ده. هنا جوزيف ستالين خاين وغدار وخدع هتلر وورط هتلر وخلاه هو اللي يخسر الحرب، فهنا الشخص ده شخص مش كويس، هو ديكتاتوري اصلا، في علامات كتير في الوش بتدل ان هو ديكتاتوري، لكن ده مش موضوعنا، احنا نبقى نحلل وجهه على انفراد بعد كده. طيب كمان هنا لو قلنا عليه المكان ده كده، دقن هنا عريضة، يعني شخص مجادل، شخص مشاكس بطبيعته ان هو مجادل ومشاكس، اللي هو ايه، اللي هو عادي جدا يغدر بأي حد، خصوصا لو كان متوفر معانا المنطقتين دولت كده، فالشخص ده يغدر بأي حد عادي مع دول، يعني دمج التحليل بتاع المنطقة دي مع المكان ده
هيدينا ان هو يغدر عادي. واحنا اتكلمنا على الحلقة بتاعت سمات دي، على الحلقة بتاعت الولد اللي هو الممثل اسمه شاد، هسيبها لكم في الدايرة البيضاء اللي فوق. وكده احنا نقدر نحط الصورة بتاعت هتلر، ان هنا هتلر تمت خيانته من جوزيف، جوزيف خانه وورطه وضيع له كل حاجة. واستنونا في حلقات جاية هنحلل فيها كده، هنحلل الشخص ده لوحده. هتلر حللناه قبل كده وسبناه لكم في الدايرة البيضاء اللي فوق، هتشوفوا التحليل بتاعه. واللي وصل معانا للنهاية ومشتركش في القناة يشرفنا ويشترك معانا، واللي ما عملناش لايك لحد دلوقتي يعمل لنا لايك. سلام.